ورجعنا لحضراتكم من الفاصل. ادي اللحمه بتاعتنا اهي، هنبدا الجزء الثاني نقول لحضراتكم عليه. هنعمل اومليت بطريقه مختلفه، ببطاطس مسلوقه مع بابريكا مع بقدونس مع بصل، ده اللي هنشوفه مع بعض. مكوناتنا عباره عن عدد 5 حبات بيض او 6 حسب الموجود عندي، كوب بقدونس، حبايه بصل متقطعه، حبايتين فلفل سواء حامي او فلفل رومي، فص ثوم، عندي بابريكا، عندي حوالي ربع كوب حليب، وعندي عدد 2 بطاطس متقطعين صغير وبيتسلقوا. طبعا عشان الوقت بيجري بينا فبدأنا الفاصل بالبطاطس وهي بتتسلق، هي كده شبه خلاص خلصت. بنجيبها بنصفيها في بولة صغيرة اهي، حاجة تغيير وحاجة جميلة إن شاء الله تحوز الإعجاب. هذه البطاطس بتاعتنا نعمل منها كذا، يعني كذا قرص مثلا بيضة تبقى حاجة جميلة. نشيل دي كده خالص نسيبها هنا بالمعلقة بتاعتها، نجيب سكينة صغيرة نقطع الفلفل سنة بسيطة، بنشوفها عاملة البطاطس بتكون بردت ونبدأ نعمل الفلفل. حد عايز مثلا فلفل حامي برضو حسب الرغبة. بجيب دي كده وبجيب بولة واسعة بحط فيها بطاطس عشان تبرد، طبعا لسه مسلوقة فبخليها كده اهو بالطريقة دي، بخلي دي كده. بجيب بولات صغيرة جنب مني حسب اللي هستعمله كده اهو. عندي الحليب بجيبه معاها الطريقة ديت، ببدأ أنزل بالثوم، لو عايز أنزل بالبابريكا شوية بابريكا صغيرين برضو نفس القصة، بقلبهم مع بعض. طريقة سهلة وجميلة وتعمل معانا كذا قرص مثلا حسب الطريقة. عندي فلفل أسمر أهو، وبقلبهم كويس مع بعض. طبعا كل ده بطاطس بتبرد. عندي كده البيض ببدأ أقلبه مع بعض بالطريقة دي، تغيير يا جماعة ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي في الآخر. لو أنا مثلا عايز من ده كده هنا اهوت بالطريقة دي، عملت جزء جميل ومعاه بقدونس اهو، بقلبه كده. عايز احط معاه بصل او حاجه، طبعا دي الاساس بتاعتنا عملنا الاومليت بتاعنا فيها، عايز احط بصل معاها لوحده، عايز احط فلفل لوحده مفيش اي مشكله. ادي اهو نبدا نوري حضراتكم اهي
بجيب طاسة عندي صغيرة زي دي كده، بولع النار، زيت، طبعا لو عندي اطباق بحضرها، نفس الوقت برضه ببص على اللحمه بتاعتنا اهو كده خلاص، ببدا اقلبها بالطريقه دي كده. طبعا ريحتها جميله، ان شاء الله طعمها هيبقى حلو، هيعجبكم وجربوا يا جماعه، زي ما بقول لحضراتكم لازم تجربوا الحاجه. لو انا عايز اغرفها دلوقتي مفيش مشكله، واسيبها وابقى شغال في الاومليت. بسم الله، ادي اللحمه بالطريقه دي. حاجه جميله طبعا، ريحه وطعم وشكل هيعجب. الطريقة هي قدامنا، نشيلها خالص عشان نشوف الاومليت بتاعنا، نصفي النقطة منه. ببدأ أكيد حضر طبق ظريف اعمل فيه حاجتي. عندي كذا طريقه، لو عايز احط مثلا فلفل بقى هنا، واحده تانيه طبعا زي ما قلت لحضراتكم، لو عايز اعمل فلفل حامي مفيش اي مشكله، برضو مع البطاطس، ونجرب ونشوف يا جماعه. حاجة تغيير وحاجة موفرة وجميلة. طبعا عشان فيها حبيبات البطاطس فبتبقى في القلب برضو، يعني مش لازم تعملوا كده بقى انتوا، ايه تقلبوها بالراحة، او لو عايزين تعملوه مثلا بالطريقة العادية مفيش اي مشكلة عندك. ادي كده قرص، ونبدأ نحط نقطة زيت تاني عشان برضو نعمل القرص التاني، نقلبها كده. تمام، وابدأ بقى. انا عندي واحد بالبصل والبقدونس، والتاني مثلا بالفلفل الرومي، مفيش اي مشاكل عندنا. فبنحاول نغير يا جماعه، يعني نوري حضراتكم مثلا ايه، ممكن اعمل اومليت بطريقه عاديه، ممكن اعمل الاومليت بطريقه مختلفه بالبطاطس، هيدي معايا عدد كذا واحد بطعم جميل ولذيذ، مفيش اي مشكله. ممكن الكميه كمان لو عايز اقللها في طاسه اصغر موجود، لو عايز اقلل الكميه نفسها هوري لحضراتكم برضو نفس القصه، كميه اصغر مفيش اي مشكله، بحيث انها تبقى سهله معانا واحنا بنعمل، يعني حسب الطريقه مفيش اي مشكله. ممكن احط هنا مثلا، اللي عايز احط شويه بقدونس عليها كده اهوت، طبعا طعمها هيبقى جميل زي ما قلت لكم.
ادي كده قرص وعندي نقطه زيت. ولو عايز اخد بقى بيض مباشر بالبطاطس في النص كده اهو بالكميه ديت، يبقى انا برضو بعمل اختلاف. عندي كذا نوع من الاومليت على طبق واحد، مفيش اي مشكله. يعني تغيير يا جماعه، نحاول نجرب، بحاول اوريكم حاجات موفره وفي نفس الوقت بتديني كميات. يعني انا لما بزود مثلا بطاطس، بزود بقدونس، بزود بصل، اولا بيديني طعم وفي نفس الوقت بيديني كميه. يعني انا مثلا جايب 5 بيضات عملوا معايا مثلا 5 6 اقراص كذا حجم. يعني انا مثلا عندي الطاسه دي، في طاسات ثانيه للأمي بتبقى صغيره، ممكن انا انزل بالكميه دي كلها واقلبها مع بعض. انا عايز احط الزبده او حاجه، ما عنديش اي مشكله. يعني حاجة ظريفة. وادي القرص الثالث. ان شاء الله تجربوا الحاجة ديت. ادي اللحمة بتاعتنا، خدت حليب، خدت حمص الشام، خدت البصل مع السمنة مع نقطة الزيت البسيطة مع النشا. هنجرب وندوق نشوف طعمها هيبقى جميل ازاي. جربوها يا جماعة مع مكرونة سادة بفلفل اسمر بسيط وشوفوها هتبقى عاملة ازاي بالصوص بتاعها ده عليها. وادي الاومليت عملناه 3 اقراص بنفس القصة، بيض مع بطاطس، حاجة سهلة وجميلة. ارجو ان حلقة النهاردة تكون عجبتكم، واترككم في رعاية الله على امل اللقاء.